إثبات ما حقه الحذف. إثبات آخر الفعل المعتل عند الجزم. يلزم الفعل المضارع المعتل الآخر بحذف حرف العلة ويعوض بحركة من جنس الحرف المحذوف، ويتضح خطأ إثباته في الأمثلة الآتية: لم يدعو، والصحيح لم يدعو بحذف حرف العلة وضم آخره للدلالة على الحرف المحذوف الواو. لم يرضى، والصحيح لم يرضى بحذف حرف العلة وفتح آخره للدلالة على المحذوف الألف. لا تنسى، والصحيح لا تنسى بحذف حرف العلة وفتح آخره للدلالة على المحذوف الألف. لم تتوانى، والصحيح لم تتوانى بحذف حرف العلة وفتح آخره للدلالة على المحذوف وهو الألف. لم يلاقي، والصحيح لم يلاقي بحذف حرف العلة وكسر آخره للدلالة على المحذوف وهو الياء. لم يتعداها، والصحيح لم يتعدها بحذف حرف العلة وفتح آخره قبل إضافة الضمير للدلالة على المحذوف الألف، والأصل يتعدى لم يتعدى. لم تواتيه الفرصة، والصحيح لم تواتيه بحذف حرف العلة وكسر آخره قبل إضافة الضمير للدلالة على الحرف المحذوف وهو الياء، والأصل تواتي لم تواتي.